السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح Method of Proving the Presence of Vasodilator Fiber in Greater Splanching Nerve. قبل ما نبتدي كده هنشرح الأول هو الأوتونوميك نيرفوس سيستم ده بينقسم لإيه؟ له تقسيمتين، يا إما تقسيم أناتوميكال أو حسب الفانكشن. طب أناتوميكال؟ أناتوميكال على حسب كل نيرف هو طالع منين، سواء كرينيال أوتونوميك. يعني ايه كرينيال اوتونوميك؟ يعني الاوتونوميك نيرف فايبر اللي طالعه من السنتر من الكرينيوم. ايه هو الكرينيوم؟ اللي هي السنتر في البرين ستيم، تمام، وبنسميها ايه، وبتبقى الفايبرز ديت بتبقى كارت بسام كرينيال نيرف. زي ايه؟ زي النيرف كرينيال نيرف 3 الاكيلوموتور، كرينيال نيرف 7 الفيشيال، 9 كلوسوفارينجيال، عند 10 اللي هو الايه الفيجاس، يبقى ده كرينيال. طيب السيراكو لامبر ده طالع من كل السيراكو لامبر، يعني طالع من كل اللاترال هورن سيل اوف اول ثوراسيك اند ابر فور لامبر سيجمنت. طب ساكرال ده طالع من اللاترال هورن اوف ساكرال 2 و3 و4 سيجمنت. يبقى كده هنقسم الاوتونوميك عندنا ايه، ممكن يبقى طالع من الكرينيوم او طالع من السيراكو لامبر، من اللاترال هورن سيل للثوراسيك والابر فور لامبر سيجمنت او ساكرال. طب ده على حسب التقسيمه اللي هي. طب ممكن نقسمه فانكشن؟ هنقسمه فانكشن ايه، على حسب الفايبرز دي هتشتغل لي سيمباثيتك ولا بارا سيمباثيتك. طب يا دكتوره انهي فايبرز بتشتغل لي سيمباثيتك؟ ده السوراكو لامبر الفايبرز او الفايبرز الاوتونوميك فايبر اللي طالعه من الثوراسيك واللامبر سيجمنت دي بتشتغل لي سيمباثيتك او مسؤوله او بنسميها سيمباثيتك سيستم. طب الفايبرز اللي طالعه من الكرينيوم والساكرال سيجمنت دي بتشتغل لي اس بارا سيمباثيتك سيجمنت، تمام. نبتدي النهاردة بالسيمباثاتيك. طيب ايه هو السيمباثاتيك جانجليا اصلا؟ السيمباثاتيك جانجليا دي بتبقى موجودة عندي في اللاترال جانجليا. ايه اللاترال جانجليا دي او البارا فيرتبرال جانجليا؟ دي السيمباثاتيك تشين اللي بتبقى موجودة على البوث سايد اوف سباينال كورد. بتمتد لي منين؟ من البيس اوف سكول. طيب بتتكونني من ايه؟ بتتكون من 23 بيرز اوف جانجليا. بتطلعان لي من ليه؟ طالعين لي من السيرفايكال سيجمنت، طالعين لي من الثوراسيك، او منقسمهم من السيرفايكال جانجليا، ثوراسيك جانجليا، لامبر جانجليا، ساكرال جانجليا، اند كوكسيجيال جانجليا. السيرفايكال بيبقوا 3 بيرز اوف جانجليا. هو انت عندك اصلا كام سيجمنت؟ عندي 8 سيجمنت، بيجمعوا لي بيعملوا لي 3 بيرز اوف جانجليا بس. بنسميهم ايه؟ بنسميهم سوبيرور وميدل وانفيرو سيرفايكال سيمباثيتيك جانجليا، تمام كده. بيقول لك ان الانفيرو سيرفايكال جانجليا دي ممكن تعمل فيوجن او يعني تجوين او تتحد مع الفيرست 1 او 2 من الثوراسيك جانجليا، فبنسميها حاجه اسمها ستيليت جانجليا، تمام. يبقى دي سيرفايكال جانجليا. طب الثوراسيك جانجليا دي 10 ل 12 بيرز اوف جانجليا. اللمبر يوجوالي بيبقوا 4 بيرز اوف جانجليا. الساكرال 4 بيرز، الكوكسيجيال 1 بير، تمام. طيب هو يعني ايه اصلا عمال اقول لكم جانجليا جانجليا جانجليا؟ يعني ايه جانجليا؟ جانجليا يعني كوليكشن اوف نيرف فايبر او الصاست، تمام كده. طيب يبقى دي السمباثيتيك جانجليا ممكن بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في البارا فيرتبرال، في البارا فيرتبرال او بارا فيرتبرال جانجليا. وممكن كمان في حاجه سمباثيتيك فايبر او سمباثيتيك جانجليا بتبقى موجوده في اسمها كولاترال سمباثيتيك جانجليا. طب الكولاترال سمباثيتيك جانجليا دي بتبقى موجوده فين؟ بتبقى عند البرانشات بتاع الاورتا، السيلياك والميزنتريك، السيلياك والميزنتريك ارتري والرينال ارتري، وبنسميهم باساميها، بنسميهم سيلياك وميزنتريك اند رينال جانجليا، تمام. سيلياك وميزنتريك والرينال جانجليا ده بتريسيف او بتستقبل البري جانجليونيك فايبرز اللي جايه في الجريتر سبلانكينج نيرف. طيب في كمان جانجليا بتبقى عند الهايبوجاستر اسمها هايبوجاستريك جانجليا، ودي بتستقبل لي البري جانجليونيك فايبر فروم ذا ليسر سبلانكينج. طيب ندخل بقى اول حاجه، ندخل بقى على السمباثيتك نيرفوس سيستم. كل ده يا جماعه انا ما بشرحش حاجه، كل ده احنا بنراجع الايه القديم، او بنعمل ستريس كده على شويه بوينت ايه قبل ما نبتدي السكشن بتاعنا النهارده، تمام. طيب السمباثيتك ده وظيفه السمباثيتك ايه؟ تقولي يا دكتوره على حسب، في سمباثيتك رايح للهيد والنك ده له وظيفه، في سمباثيتك رايح للثوركس ده له وظيفه، سمباثيتك رايح للابدومن، وسمباثيتك رايح للبلفس، وسمباثيتك رايح لللمب والابدومنال والثوراسيك بارت، تمام. حاجه ايه هو ده الاول؟ الصوره اللي معانا ديت للديستريبيوشن بتاع السمباثيتك نيرف رايحه لفين، تمام كده.
شايفين الجانجليا اللي بتبقى الجانجليا اللي هي البري فيرتبرال جانجليا اللي بتبقى فين؟ اللي بتبقى حوالين on both sides of vertebral column، اللي هي بادئه عندكم في الصوره superior cervical ganglia لغايه تحت خالص، هي دي السمباثيتك تشين اللي بنقول عليها. تمام كده ماشي. طيب يبقى تاني نرجع تاني للكيميكال ترانسميشن، هو الترانسميشن للنيرف امبلس ات ساينابس عن طريق ريليز اوف كيميكال ترانسميتر. طيب الساينابس دي اريا اوف كونتاكت بتوين تو نيرون او وان نيرون اند افكتور اورجن. النيرون اللي رايق اللي داخل الامبلس للساينابس ده بنسميه بري ساينابتك نيرون. طب النيرون اللي طالع من الساينابس بنسميه بوست ساينابتك، وهو نفس الكلام النيرون اللي داخل الجانجليا بري جانجليونيك نيرون، اللي طالع منها بوست نيرون. طيب شوية معلومات، المعلومات دي طبعا حفظ صم يعني ما فيش فيها اي فهم. بيقول لك ايه؟ بيقول لك كل البري جانجليونيك فايبر الاوتونوميك بتطلع لي الكيميكال ترانسميتر اللي فيها اللي طالع منها از استايل كولين. تمام كده. طيب لو انا البوست جانجليونيك بقى، لو هو يا دكتور بارا سمباثيتك بيطلع لي برضو استايل كولين. طيب لو هو سمباثيتك ممكن يطلع لي نور ادرينالين او استايل كولين، بس هيطلع استايل كولين في حاله واحده بس، السمباثيتك بوست جانجليونيك اللي رايح لافكتور اورجن اسمه اكراين سويت جلاند. تمام كده. تاني يبقى كل البري جانجليونيك، كل الاوتونوميك بري جانجليونيك فايبر بتطلع لي ايه الكيميكال ترانسميتر اللي فيها از استايل كولين. تمام كده. طيب الكيميكال ترانسميتر بتاع الاول بارا سمباثيتك بوست جانجليونيك اللي طالع اللي طالع بقى من الجانجليا ده استايل كولين، عشان كده بنسميه ايه بارا سمباثيتك كولينرجيك باسم الاستايل كولين كولينرجيك. تمام. طيب لو كيميكال ترانسميتر اوف موست اوف سمباثيتك بوست جانجليونيك ده نور ادرينالين، عشان كده بنسميه ادرينرجيك نيرف فايبر. طيب لو السمباثيتك ده رايح للاكراين، لا ما بيطلعليش نور ادرينالين، بيطلع لي استايل كولين وهو ده كولينرجيك سمباثيتك فايبر. تمام. يلا يبقى الصورة دي ايه يا دكاترة؟ الصورة دي بتوضح لك ان الجانجليا اللي فوق دي او الصورة فوق ده بارا سمباثيتك جانجليا، وعشان كده الطالع اولا كل البري جانجليونيك سواء بارا سمباثيتك في الصورة اللي فوق او البوست او السمباثيتك في الصورة اللي تحت هتلاقي دخل الجانجليا وطلع لي استايل كولين، صح كده؟ طيب اللي طالع بقى البوست جانجليونيك، لو انا في البارا لو انا جانجليا دي بارا سمباثيتك هتلاقيه طالع استايل كولين ورايح للافكتور اورجان. طب لو سمباثيتك هتلاقي يا اما مطلع لي نور ادرينالين دي موست اوف افكتور اورجان او استايل كولين للاكراين سويت جلاند. تمام كده. طيب نبتدي بعد كده هناخد جزء جزء. السمباثيتك اللي رايح للهيد ده بيعمل للهيد والنيك ده بيعمل ايه؟ السمباثيتك اللي رايح للثوركس بيعمل ايه؟ السمباثيتك اللي رايح للابدومن بيعمل ايه؟ كل بارت بيعمل ايه؟ تمام كده. اول حاجه تخيلوا معايا، انا بقول لك انا عايز اشغل السمباثيتك اللي رايح للهيد والنيك. تمام. افتكروا معايا ان السمباثيتك ده بيشتغل، تخيلوا ان واحد قابل اسد وخايف منه هيعمل ايه؟ هو ده السمباثيتك في الحالة دي هيبتدي يشتغل، حالة الذعر، حالة الاسترس. تمام. اول حاجة تخيلوا معايا، اول حاجة السمباثيتك اللي رايح للهيد والنك الاورجن بتاعه منين؟ طالع من اللاترال هورن سيل اوف ابر تو ثوراسيك سيجمنت، بيعمل لي ريلي فين؟ في السبيرور سيرفايكال سمباثيتك جانجلي. للسمباثيتك كنا نقول بقى ايه للهيد والنك، اول حاجة قلت لك دايلاتيشن اوف ذا بيوبل، صح كده؟ طيب دايلاتيشن اوف ذا بيوبل ازاي؟ عن طريق اللي السمباثيتك بيعمل موتور للدايليتور بيوبيلي ماس. طيب ريتراكشن للايليد عن طريق ايه؟ عارفين في عضله عندنا في الايليد، في الايليد نفسه اسمها السبيرور سبيرور اند انفيرور تارساي ترسي الترسس ماس، سواء السبيرور او انفيرور الاثنين بيعمل السمباثيتك بيشغلهم للاثنين. طب السبيرو والانفيرو ده بيعمل ايه؟ واحده بتشد اليلد لفوق والتانية بتشده لتحت، وعشان كده عمل ايه؟ عمل لي اليفيشن للابر ايلد ولورنج للور ايلد، فحصل لي اكني ريتراكشن للايلد، الايلد الايلد بعد عن العين عمل لها لي ريتراكشن. تاني حاجه اوكس اوف سالمس اوف اي بول مبحلق، ليه؟ عشان السمباثيتك بيعمل لي بيبقى موتور للمولارز ماسل.
المولرز ماسل دي يعني ايه؟ المولرز ماسل دي عضلة موجودة في الاي، ما بيحصل لها استيموليشن بتخلي اكن العين حصل لها بروتريوجن للاي فورورد، اكنها طلعت لبره. بس طبعا الجزء ده الاكسوفسالموس دوت بيبقى نوت ان مان، يعني مش هيبقى ظاهر قوي في المان. طيب تاني حاجة، السمباستاتيك بيعمل لي اي، بيعمل اي حاجة في البلد فيسل، بيعمل لي فازو كونستريكشن تقريبا لاول ذا بلد فيسل ما عدا الكورونريز. الكورونريز بيعمل لي لها فازو دايلاتيشن. هير اريكشن عشان بيعمل لي موت الاريكتور بيلي ماس. طيب سكريتوري السويت جلاند فايه؟ عن طريق الجولينرجيك سمباستيك فايبر. تمام. طيب سكريتوري للسليفري جلاند هو ده اللي انا بقول لكم، سواء سمباستيك او بارا سمباستيك الاثنين هيعملوا سكريشن للسليفري جلاند. بس السمباستيك بيعمل لي ايه؟ بيخلي السكريشن بتاعه تروفيك. يعني ايه تروفيك؟ فعال. ليه؟ لان هو بيخليه ريتش انزايم بس فيري سمول ان اماونت. تمام كده. البارا سمباستيك عكسي، يعني ايه؟ يخلي الانزايم اللي فيه قليله بس الوتري سكريشن اللي فيه كتير. تمام. طيب فانكشن، انا بقول لك واحد في ستريس واحد خايف، هتلاقي لو تخيلوا معايا بقى الراجل دوت قلبه عامل ازاي. قلبه شغال، يعني ايه شغال؟ عمال يدق عشان ينقبض فيوصل الدم، فيعرف لو هو عايز يجري من الخوف ده، يعرف لو هو في الاستريس وعايز كل اعضائه تشتغل يعرف. عشان كده السمباستاتيك بيعمل اكزايتاتوري للاول بروبرتيز اوف كاردياك ماسل، سواء كونتراكتيليتي او ريزمستي، اكزايتابيلتي، كوندكتيفيتي، بيزود كل البروبرتيز بتاع الكاردياك ماسل. تمام. تاني حاجه قلت لكم السمباستاتيك بيعمل لي فازو كونستريكشن لاول بلاد فيسل اكسبت الكورونري. هتلاقوا هنا اهوت فازو دايليتور للكورونري بلاد فيسل. هو ده حلو يا دكتوره؟ اه. هو الكورونري ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن تغذيه عضله القلب. طب ما انت بتقولي لي ان انت بتزودي البروبرتيز بتاعها، يبقى انا عايزاها تتغذى كويس. وعشان كده عمل لي يعني السمباستيك ربنا خلقه اللي هو يعمل لي فازو دايليتيشن للكورونري بلاد فيسل. ليه؟ عشان ازود البلاد سبلاي للكاردياك ماسل، فخليها تستهلك الاكسجين اللي هي عايزاه، فهزود الكاردياك وورك اللي لازمني في الحاله دي من الاسترس. طيب بيقول لك بعض الاوثر بروفد ذات البرايمري افكت بتاع السمباستاتيك فازو كونستريكشن زي بقيه الايه؟ زي بقيه البلاد فيسل عن طريق الالفا ادرينرجيك ريسبتور. طب امال الفازو دايليتيشن ده بيحصل ليه يا دكتوره؟ بيقول لك انا لما بعمل اول حاجه فازو كونستريكشن كده الميتابولايت بتاعتي بتتجمع، فالاكيوميشن بتاع الميتابولايت دي بيعمل لي ستيميليشن للبيتا ريسبتور وهي اللي بتعمل لي فازو دايليتيشن. تمام. طيب تاني حاجه، هو الثوراكس فيه قلب بس؟ لا، ده فيه دكتوره كمان لانج، صح؟ طب السمباستاتيك ده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي برونكو دايليتيشن، انا عايزه اوسع البرونكاي، صح؟ بيحصل ايه؟ بيعمل لي انهيبيشن للبلين ماسل بتاع البرونكاي عشان تبقى ريلاكسد، فتعرف توسع وتاخد الهواء اللي انا عايزاه، فاحس ان انا عايزه اخد ايه؟ اتنفس بالطريقه الطبيعيه اللي لازماني في الاستريس ده. تاني حاجه، مش اللنج دي ليها بلاد فيسل اسمه بالمونري؟ طب ما انا قلت لك اللي هو بيعمل لي ايه في اي بلاد فيسل؟ فازو كونستريكشن ايه؟ اوف بالمونري بلاد فيسل. تمام كده. طيب ندخل بقى على السمباستاتيك اللي رايح للابدومين، ده هيعمل ايه او الاورجن بتاعه ايه؟ اول حاجه يا جماعه عشان تسيستموا دماغكم، اي سمباستاتيك لاي بارت لازم نبتدي نشوف الاورجن بتاعه ايه، بيعمل لي ريلي في انهي جانجليا والفانكشن. طيب الاورجن بتاع ده ايه؟ جاي من اللور 6 ثوراسيك اند ابر 2 لامبر سيجمنت، هو دوت المكونات بتاع الجريتر بلانكينج نيرف. بيدخل يعمل لي ريلي فين؟ ريلي في السيلياك والسبيرو ميزنتريك. طيب الفانكشن بتاعه ايه؟ مش انا قلت لك ده له بلاد فيسل؟ فبيقول لك اللي هو بيعمل لي فازو كونستريكتور اند فازو تايليتور للبلاد فيسل بتاع السبلينكينج اريا. هي ايه السبلينكينج اريا دي؟ بتتكون من ايه؟ بتتكون من الاستومك، ليفر، بانكرياس، سمول انتستين اند بروكسيمال هاف اوف لارج انتستين. بيقول لك هاويفر ايه؟ هاويفر اللي الفازو كونستريكشن از مور بروميننت، هو الاساس. مش انا قايله لك السمباستاتيك بيعمل لي فازو كونستريكشن لكل البلاد فيسل ما عدا الكورونري؟ بس بيقول لك كمان اللي السبلينكينج اريا دي بيحصل بيها فيها برضو نتيجه السمباستاتيك ستيميليشن شويه فازو دايلاتيشن، بس الفازو كونستريكشن هو البروميننت، عشان كده النت ريزلت هو فازو كونستريكشن. وعشان كده لما اعمل ستيميليشن للكريتر سبلانكينج نيرف بيحصل بروميننت فازو كونستريكشن. تمام. طيب البلين ماسل بتاع السبلين موتور ليها. تاني حاجه،
هو انا بقول لك انا في حاله ستريس فمحتاجه جلوكوز عشان كده. طب ايه اللي مسؤول عن الجلوكوز ده؟ انت عندك الابدومين فيها ليفر وفيها بنكرياس، هما اللي ايه بيأثروا لي على الليفل بتاع البلاد جلوكوز، والليفر هو اللي بي ايه بيزود او بيقلل عن طريقه بيزود التصنيع او بيقلل التصنيع، تمام كده. طيب بيقول لك هنا ايه، انا في حاله ستريس محتاجه جلوكوز ولا مش محتاجه؟ محتاجه، وعشان كده السمباثيك بيعمل جلايكوجينولايسيس، يعني ايه بيحول لي الجلايكوجين اللي موجود في البلاد انتو بلاد جلوكوز، بيخلي الليفر يحول لي الجلايكوجين لجلوكوز، وعشان ازود البلاد جلوكوز دي في اللي هو محتاجاه، وعشان تغذيه البرين وحاجات كتيره قوي انا محتاجاها في الاسترس، تمام كده. طيب تاني حاجه، هو انا دلوقتي محتاجه اللي انا اعمل ايفاجويشن للاستومك، انا في حاله استرس وجري محتاجه بقى اعمل ايفاجويشن للاستومك والجول بلاتر والانتستين؟ لا، محتاجاهم في ايد دلوقتي. طيب انا هشغل ليه الجسم في حاجه بحاجه زي كده؟ السمباثيك بيعمل لي ايه؟ بيقلل لي الايفاجويشن للاستومك والجول بلادر والانتستين، انا مش محتاجه دلوقتي الحاجات دي تشتغل دلوقتي، انا عايزه تركيزي كله اللي انا واجه الاسترس اللي انا فيه. طب بيقلل لي الايفاجويشن بتاعهم ازاي؟ عن طريق اي حاجه يا دكاتره، اي حاجه لها هولو اورجن تمام، لها اليومن، عايزه اقلل الايفاكويشن بتاعها، عايزه اقلل اللي هي تفضي اللي جواها. طب اقلل اللي تفضي اللي جواها ازاي؟ لو سمحتي هي ليها اكيد سفنكتر تمام متحكم فيها، اعملي لي موتر، لا اعملي لي ستيميليشن للسفنكتر ده، السفنكتر ده اما تعملي لي ستيميليشن للعضله دي هتنقبض، حاجه هتنزل من تحتها؟ لا. ليه؟ خلاص انا ركنه الاكل وكل حاجه فوق وقافله السفنكتر لان عامله لي كونتراكشن. طب ما انا كمان الوول بتاعها، الوول بتاع الهالو اورجان ده فيه ماسل، انا لو عملت لها ستيميليشن ممكن تتغلب على السفنكتر؟ لا، يوم السمباثيك عامل لي ايه؟ عامل لي انهيبيشن للبلين ماسل دي، مخليها ريلاكسد. فما يخليها ريلاكسد هيحصل ايه؟ خلاص مش هتحس ومش هتعرف مش هي ايه يعني، مش هيتولد فيها ضغط اللي هي تقاوم لي السفنكتر، تمام كده. يبقى تاني نلخص الكلام بتاع الايه السمباثيك اللي رايح لايه؟ للابدومين. السمباثيك اللي رايح للابدومين هيعمل ايه؟ شوفوا الابدومين فيها ايه، فيها بلود فيسل بتاع السبلينكينج اريا صح كده، هيقوم عامل لي ايه؟ هيعمل لي له، عفوا يا دكتوره، هيعمل لي له فازو كونستريكشن وفازو دايليتيشن، بس فازو كونستريكشن هو البروميننت. طيب في ايه كمان؟ انا عندي سبلين، هيعمل لي موتور للبلين ماسل بتاع السبلين. طب ليه الفكره؟ عشان السبلين ده مصدر للايه، للبلاد ريزرفوار، يعني ايه بيتخزن فيه شويه بلاد، فانا ممكن اكون محتاجه شويه البلاد دي في حاله الاسترس، فخليه موتور للبلين ماسل يعني يعمل كونتراكشن فيطلع لي شويه البلاد دوما في السيركيليشن. تاني حاجه انا محتاجه ان انا اعمل ايفاكويشن للاستمك والجول بلادر والانتستين، لا يا دكتوره انت محتاجاهم في ايه دلوقتي؟ طب هتعمل ايه؟ عايزه اقفلهم، مش عايزه، عايزه اقلل او على الاقل اقلل الايفاكويشن بتاعهم، هقللها ازاي؟ الحاجات دي لها سفنكتر، اعملي لي موتور، اقفلي لي السفنكتر بتاعهم، وفي نفس الوقت عشان الوول بتاعهم فيه ماسل خليها ريلاكسد، اعملي لها انهيبيشن، تمام كده. تاني حاجه انا ممكن، انا في الوقت الاسترس انا محتاجه مخي يشتغل عشان اعرف اتصرف صح، فمحتاجه البلاد جلوكوز بتاعي يعلى. طب هحتاج البلاد جلوكوز بيعلى، طب اشتقات دي امر للليفر اللي هحول الجلايكوجين بتاعه المتخزن ده لبلاد جلوكوز. تالت حاجه في السوبرا رينال، عندنا في السوبرا رينال مضله الجريتر سبلينكينج نيرف بيعمل لها ستيميليشن عشان تطلع لي كاتيكولامين. ايه هما الكاتيكولامين؟ اللي هما الادرينالين والنور ادرينالين، ده بيعملوا نفس شغل الايه السمباثيك، اكنه بيقوي الاكشن بتاع السمباثيك في الوقت. بص يا دكاتره، ده بيبقى الادرينا المضله دي رايح البوست جانجليونيك فايبرز بتاعها بتبقى ابسنت، يعني ايه؟ يعني البوست جانجليونيك فايبر اللي رايحه للمضله دي تقريبا بتبقى ايه زي ايه ابسنت كده، وبتتحول لي او ريبليس او بتستبدل لي بالايه بالادرينا المضله سيل بشويه خلايا، تمام ماشي كده. طيب انا بعمل ايه؟ انا بعمل استيميليشن للجريتر سبلينكينج نيرف صح، صح، هيعمل لي ريليز للاستايل كولين، تمام كده. طيب الاستايل كولين اللي طالع من البري جانجليونيك ده بيروح فين؟ بيعمل ايه الريليز ده؟ استايل كولين اللي طالع من البري جانجليونيك ده بيخلي الكالسيوم، تمام،
يدخل للايه، للكاتيكولامين فيزيكال جوه السيل، يعني بيدخل لي الكالسيوم جوه الخلايا بتاع الادرينال مضله. طب اما يدخل لي الكالسيوم جوه الخلايا بتاع الادرينال مضله راح يفرقع لي الكاتيكولامين فيزيكال اللي فيها، فترابشر الفيزيكال ويطلع منها الادرينالين والنور ادرينالين، ويحصل سيركيليشن ايه ليهم في البلد. تمام كده. طيب الكاتيكولامين ديت ليها نفس تاثير السمباثيك، طب بتختلف عنه في ايه؟ بتختلف عنه للإفكت بتاعها بيبقى جريتر برولونجت شويه 10 مرات as long as direct sympathetic stimulation، يعني تأثيرها بيبقى أطول شوية. تاني حاجة اللي 80% من السكريشن أدرينالين و 20% نور أدرينالين. أمال لو أنا عملت stimulation للسمباثيتك أدرينالينج نيرف بتطلع لي نور أدرينالين بس. تمام كده؟ طيب أنتي قلتي لي يا دكتورة إن البروميننت أكشن بتاع الجريتر سبلينكينج نيرف على السبلينكينج اريا على البلاد فيسل فيها فازو كونستريكشن، بس قلتي لي اللي فيها برضه فازو دايليتور فايبر. طب انا عايزاكي تثبتي لي اللي فيها فازو دايليتور فايبر، هتثبتيها ازاي؟ هو ده موضوع السكشن النهارده. امال كل الكلام ده ايه؟ كل الكلام اللي قبل كده انا ما بشرحش، انا براجع لكم الكلام اللي المفروض انتوا عارفينه في الاوتونومي. تمام كده؟ طيب اول حاجه بيقول لك ايه؟ طب انا عايز اثبت اللي فيه فازو دايليتور فايبرز في الجريتر سبلانكينج نيرف. ركزوا معايا بقى في الكلمتين بتوع السكشن دول. طب افرضي اول حاجه انا هقطع النيرف، اول ما اقطع النيرف the first fiber to degenerate are vasoconstrictor. تمام، مش هما البروميننت، وهما اللي هيحصل لهم ديجنريشن في الاول. طيب بيقول لك في بعد ما يحصل لهم في خلال 3 ل 4 ايام الفيرست فايبر دي بيحصل لها ديجنريشن، ايه اول فايبرز بيحصل لها ديجنريشن هم الفازو كونستريكتور في خلال 3 ل 4 ايام. طيب اجي اعمل ستيميليشن للبريفرال اند اوف نيرف فايبر افتر 1 ويك اوف ديجنريشن، المفروض هو خلاص انا عملت له ستيميليشن ما يدينيش اي استجابه. ليه؟ لو انا على دماغي اللي النيرف فايبر دوت اما بعمله ستيميليشن بيحصل له فازو كونستريكتور. طيب يبقى خلاص هما بيحصل لهم ديجنريشن في خلال 3 ل 4 ايام، انا جيت بعد اسبوع عملت له ستيميليشن، المفروض خلاص هو حصل له ديجنريشن لو هو بيتكون بس من فازو كونستريكتور فايبر. لما انا بعمل له ستيميليشن لقيت حصل البلاد بريشر قل. ليه؟ قال لي ليه؟ عشان بيقول لك اللي حصل فازو دايليتيشن. طب حصل ليه فازو دايليتيشن؟ قال لك عشان اكيد في فازو دايليتور فايبر لسه موجوده ولسه ما حصلهاش ديجنريشن. يبقى اول حاجه اول كلام انا جيت قطعت النيرف، مفروض على كلامكم يا دكتوره ان النيرف بيحتوي على فازو كونستريكتور عشان البروميننت افكت بتاعه فازو كونستريكشن، فمفروض اول ما اقطعه في خلال 3 ل 4 ايام الفايبرز المسؤوله على فازو كونستريكتور ديت بيحصل لها ديجنريشن، اجي اعمل لها ستيميليشن خلاص مفيش بقى بعد 3 ل 4 ايام، مفيش استجابه. طيب انا جيت بعمل ستيميليشن للبريفرال اند للنيرف بعد 1 ويك لقيت حصل فازو دايليتيشن. عرفت منين حصل فازو ديليتيشن؟ اللي البلاد بريشر قل. طب معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان النيرف فايبر ده بيحتوي على تو تايبس اوف فايبر، فازو كونستريكتور اند فازو ديليتور فايبر. فازو كونستريكتور بيحصل لها ديجنريشن من 3 ل 4 ايام، وفازو ديليتور بيحصل لها ديجنريشن بعد كده بشويه. طب وعشان كده اول ما بعمل بعد 1 ويك اجي اعمل استيميليشن خلاص الفازو كونستريكتور ما عادش موجوده، فاللي هتشتغل ايه؟ الفازو ديليتور فايبر. طيب تاني حاجة هعمل انجكشن للارجوتوكسين. طب الارجوتوكسين ده ايه يا دكتورة؟ دي الفا بلوكر بيعمل بلوكينج للايه؟ للفازو كونستريكتور فايبر، بس ما بيأثرش على الفازو دايليتيشن او على الفازو دايليتور فايبر. فانا لما اجي اعمل له انجكشن للبلوكر ده مفروض واجي بعد كده اعمل استيميليشن للنيرف، المفروض لو النيرف بيحتوي على الفازو كونستريكتور بس ما لقيش استجابة، صح كده؟ طيب امال لو النيرف بيحتوي على الاثنين، الالفا بلوكر ده هيقفل لي الفازو كونستريكتور بس مش هيأثر على الفازو دايليتور، فلما اجي اعمل استيميليشن للنيرف الاقي حصل فازو دايليتيشن والبلاد بريشر ايه؟ قل. الكلمتين الصغيرين دول هم موضوع السكشن. طيب نكمل بقى نراجع تاني السمباثيتك اللي رايح للبلفيك فيسرا، ده بيبقى الرايز من لاترال هورن سيل للابر فور لامبر سيجمنت اللي بيكونوا لي الليزر سبلانكينج نيرف. ريلي فين؟ ريلي في الهايبوجاستريك جانجليا او الانفيرومزنتريك جانجليا ان. طيب الفانكشن بتاعه ايه؟ تخيلوا معايا ده رايح للايه؟
الحته بتاع الرينال بلادر والريكتم، تمام؟ تخيلوا واحد خايف هيفكر دلوقتي وهو خايف اللي هو يعمل يعني يدخل يعمل يورينيشن؟ لا طبعا. ففي الوقت ده هو خلاص هو مشغول بالاستريس اللي فيه، فيحصل يورين ريتينشن. تخيلوا هيعمل يورين ريتينشن ازاي؟ قلت لكم اي هولو اورجن له سفنكتر، اجي اعمل له انا عايزه ريتينشن لليورين، يعني اليورين مش ها ايه مش هيحصل يورينيشن، هعمله ريتينشن، هحبسه في اليورينري بلادر. معنى لا، عشان احبسه في اليورينري بلادر يبقى هعمل موت للسفنكتر وانهيبيتور للوول، موت للوريثرال سفنكتر، استيميليشن للانترنال يوريثرال سفنكتر، وانهيبيتوري للوول بتاع اليورينري بلادر، تمام؟ ليه انا قلت كلمه لازم تركزوا على كلمه انترنال يوريثرال سفنكتر؟ لان الانترنال هو ده الاوتونوميك، تمام؟ هو اللي بتحكم فيه بطريقه ايه؟ اوتونوميك، تمام كده؟ طيب تاني حاجه هيفكر بقى برضو يعمل ديفيكيشن؟ لا طبعا. هيحصل ريتينشن اوف فيسز عن طريق ايه؟ عن طريق برضو انهيبيتوري للوول وموتور للايه؟ للسفنكتر. نيبيت للوول بتاع الركتم وموتور للايه؟ للانترنال انال سفنكتر. تاني حاجه، مش البلفيك ده فيه بلاد فيسل صح؟ طب ما البلاد فيسل السمباثيتك بيعمل ايه في اي بلاد فيسل ما عدا الكورونري؟ بيعمل فازو كونستريكشن. فبيحصل فازو كونستريكشن للاول بلاد فيسل اوف بلفيك فيسرا انكلودنج كمان الاكسترنال جينيتاليا. طيب اما يحصل كده، عشان كده بيحصل شرينكينج اوف بينس اند ايه؟ كلايت. طيب تاني حاجة او الوظائف بقى، نكمل بقية الوظائف. بيحصل ايجاكوليشن للسيمن، ليه؟ عشان بيعمل لي موتور للسموس ماسل اوف فاس ديفرنس والسيمينال فيسكل والايجاكوليتوري توكت والبروستات، بيحرك كل الماسل ده، عشان كده السيمن بيحصل له ايه؟ ايجاكوليشن. طيب تاني حاجة بيحصل له ايه؟ له فاريبل افكت على اليوترس، يعني ايه؟ شوية موتور وشوية انهبيتوري، بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الستيج بتاع المنستر وال